حقيقي ان احنا كل اللي شفناه النهارده من عظمه وجمال وراه مئات الالاف من المهندسين والفنيين والعمال والشباب والعقول اللي بتخطط وبتنفذ وغيرهم كتير يمكن ما نعرفهمش وما شفناهمش قبل كده، لكن بصمتهم ظاهره اكيد في كل تفصيله، وليهم احنا هنفضل دايما مدينين. والان ندعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريف المنصه وتكريم عدد من النماذج المشاركه في المشروعات القوميه للاسكان. اولا من القوات المسلحه نقيب مؤمن حسام الدين